السلام عليكم متابعينا، معكم حسن أبو فخر بالحلقة رقم 4 لموسم 2023-2024 من برنامجكم I am Inter، أنا الإنتر. بحلقتنا لليوم رح نتحدث أولا عن مباراة الفيولا، مباراة إنتر وفيورنتينا اللي انتهت بنتيجة 4-0 بالنسبة للإنتر، فوز ساحق. ومن بعدها حديث عن إنزاغي بفقرة مشتركة بيني وبين سمعة، إن شاء الله تنال إعجابكم. الانتر وفيورنتينا، مباراة انتهت بنتيجة 4-0 بالنسبة للانتر، فوز ساحق بالنسبة للانتر في الجوزيبي ميادزا اللي كان أكثر من رائع، وتفاعل الجمهور مع ما أسميها هاي المباراة انفجار ماركوس تورام. فعليا اللاعب سجل هدف وصنع الثاني وتسبب بضربة جزاء في الثالث قبل خروجه، وتسجيل لوتارو مارتينيز للهدف الرابع من أسيست من كوادرادو اللي بلفتة جميلة لوتارو أشر إليه بأنه الجماهير يجب أن تبدأ بقبول فكرة وجود كوادرادو في كتيبة الإنتر. مباراة كانت بشكل واضح من طرف واحد، 21 تسديدي 11 منهم على المرمى ما بين الخشبات الثلاث، فعليا الإنتر كان لوحده في الميدان، ولكن الإنتر اعتمد على أسلوب الهجوم المرتد و توزيع المجهود البدني على المباراة بشكل كامل وانطلاق بسرعات كبيرة جدا. فعلا كما قال المعلق في هاي المباراة، الانتر أفعى تبديل جلدها مثل السلام عليكم، في أي لحظة ممكن يباقتك، في أي لحظة ممكن يصل إلى مرمى الخصم. مباراة كانت نجومها لوتارو مارتينيز وماركوس تورام بهدفين للوتارو مارتينيز، هدف ماركوس تورام الافتتاحي، و هاكان تشالانوغلو اللي سجل من علامة الجزاء. مباراة فاز فيها برأيي الشخصي بالرهان سمعة، وعلى من سيلعب أساسيا في مباراة الدربي نكست دربي الغضب. جاء مدربا للطوارئ للإنتر بعد خروج كونتي المخزي من الإنتر وتحقيقه لقب الدوري. الإنتر بحث في السوق عن أفضل مدرب متوفر. الأدوات التي بني فيها سوق الإنتر وفريق الإنتر في موسمي كونتي كانت صعبة المنال لأي مدرب لا يلعب بثلاثة مدافعين، فتم البحث عن مدرب بمواصفات 3-5-2، فكان أفضل خيار موجود في السوق بالنسبة للإنتر هو سيموني إنزاغي القادم من لازيو. سيموني إنزاغي والذي قدم للإنتر استطاع أن يحقق أقصى علامات الإعجاب، ونفس المدرب حصل على أقصى علامات الانتقاد. ولكن سيموني إنزاغي وصل بالإنتر إلى نهائي دور أبطال أوروبا، ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع من سيموني إنزاغي أن يقود الإنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا ويعيد الفريق إلى صورة الإنتر واسم الإنتر في دوري أبطال أوروبا. سيموني إنزاغي والصعوبات التي يواجهها موسما بعد موسم منذ توليه المسؤولية في الإنتر، سيموني إنزاغي يفقد عناصره الأساسية يوما بعد يوم وميركاتو بعد ميركاتو، وميركاتو الصيف هذا ليس استثناء لإنزاغي. إنزاغي هل هو ضحية أم ملام فعليا وصاحب مسؤولية كبيرة بما يحدث في الإنتر؟ ممكن يكون هذا نقاش بأول موسم أو أول صيف أتى فيه إنزاغي، كان ممكن القوة بالتوقيع معه أكثر. بعد مرور الوقت إنزاغي خسر النجوم باستمرار، هذا الموسم يخسر 11 لاعب تجددوا في الانتر، ومع ذلك رغم في بعض المراكز وفي بعض الاماكن كاسماء وكقيمه بالموسم الماضي ليست على قدر الكواليتي تبع الموسم الماضي، امثال بروزوفيتش لازال الميدان لم يثبت ان كان افضل التبديل هذا او لا مع فريتيزي والفكر الجديد في الهجوم، خروج لوكاكو واتزيكو، نعم أنت أعد سانشيز من دوري الفرنسي بقيمة كبيرة، وأرنوتوفيتش لاعب خبرة
على قد الحال، ولكن هل منطقي مطالبة إنزاغي بالنجم الثاني؟ رأيي أن من الظلم مطالبة إنزاغي بالنجمة الثانية، ورأيي في نفس الوقت أنه من الظلم على إنزاغي ألا يحقق لقب الدوري وتحقيق النجمة الثانية. إنزاغي هل هو ظالم أم مظلوم في الإنتر؟ في مرحلة ما الإدارة فرضت نفسها على إنزاغي، ولكن على إنزاغي أن يفرض نفسه على الإدارة، وبخاصة بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على طلباته أن تلبى. لكن الواقع يقول بأن إنزاغي يفقد لاعبيه الأساسيين وقطعه الأساسية. نعم هناك تدعيمات بالنسبة للإنتر وإنزاغي، ولكن إنزاغي لا يزال يعاني من مسألة فقدان العناصر الأساسية. لا يمكن لمدرب مهما بلغت خبرته، وإنزاغي ليس هو المدرب الأفضل في العالم، ولكن لا يوجد أي مدرب يستطيع التعامل مع تغييرات مستمرة في قوام الفريق وشكل الفريق وأساسي الفريق. اللاعبين الذين يفقدهم إنزاغي ليسوا لاعبي دكة، إنما هم عناصر أساسية موسما بعد موسم. هل هو مطالب بلقب الدوري الإيطالي؟ نعم هو مطالب بالنسبة لجمهور الإنتر، ولكن الصحافة عندما تطالب إنزاغي بلقب الدوري وتغفل عن إيسي ميلان والميركاتو الذي قام به، وتغفل عن مورينهو والميركاتو الذي قام به روما، فقط إنزاغي هو المطالب، وكأن إخفاق إنزاغي تعلق له حبال المشنقة في ساحة دوامه. ولكن إنزاغي قادر على التعامل. جاسبريني أفضل مدرب عام الميركاتو، ولكن يبقى بس جاسبريني. يعني كنا نحكي نفس الشيء عن بيولي. بيولي إنزاغي أهدى الدوري. أهدى. رأيي الشخصي بأنه الإنتر منطقيا، الإنتر مطالبته بالنجم الثاني في هذا الموسم بالذات مع كل المتغيرات في السوق، مع كل الميركاتو اللي انعمل بإيطاليا بشكل عام، كان واحد من أفضل السنوات الميركاتو بآخر السنوات. لما بتحكي عن أندية مثل ميلان، أتلانتا، حتى نابولي اللي فاز بالدوري، كيف حافظ على أوسيمن وبعض الأسماء الأخرى. بالإنتر كان في ثورة كروية فعلا، لكن كإنزاغي بالذات أنت دائما مطالب بأنك تتفوق على نفسك. أنا برأيي الشخصي إنزاغي مطالب أنه يتفوق على نفسه. أنا من أشد المعجبين بإنزاغي، ولكن حان الوقت للتفوق على نفسه. من بداية، من نصف الموسم الماضي، إنزاغي كان لازم يتفوق على نفسه، وفعلا في آخر الموسم أثبت للجميع بأنه لديه قيمة كبيرة كمدرب صاعد إيطالي قادر على صعيد المستوى الأوروبي والعالمي يقدم شيء مختلف. ولكن الآن من ناحية تكتيكية لازم يكون ديناميكي أكثر شوي. من ناحية تحقيق بطولة دوري، هو هاي الفكرة الرئيسية بأنك تتفوق على نفسك. أنت بطولات الكأس ما بنخاف عليك، لكن في الدوري، الدوري يحتاج إلى إدارة مختلفة. أتوقع هالموسم يعملها. يا حسن، هل تتوقع أن إنزاغي حقق لقب الدوري هذا الموسم أم لا؟ نعم، أنا رأيي أن إنزاغي نعم سوف يحقق لقب الدوري بإذن الله، وننتظر آراءكم معشر الإنتريستا في الكومنتات. أعطونا رأيكم. أعطونا رأيكم نفس كل مرة. هل إنزاغي قادر على تحقيق لقب الدوري أم لا؟ باختصار، نعم أم لا؟ وإذا كان لا، فما هي الأسباب؟ هل هو ميركاتو ضعيف؟ هل هو تسلط الإدارة؟ هل هو ضعف في شخصية إنزاغي وعدم قدرة إنزاغي على المنافسة على المدى الطويل؟ وإن كان إنزاغي قد أثبت في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أنه قادر أن ينافس على المدى الطويل. صحيح.
ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنا الإنتر I am إنتر، ودائما وأبدا نقول For the إنتر. على حبك قلبي عايش وسالت دقات، حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظة، احلى عيونك صوتي سافر عجمل نغمات، وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة. على حبك قلبي عايش وسالت دقات، حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظة، بحر عيونك صوت سافر عجمل نغمات، وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياه.